برحب بكم المشاهدين الكرام في هذه الحلقة من مسابقة بنك فيصل الإسلامي السوداني. حتى الثانية في بنك فيصل الإسلامي السوداني هو زمن معتبر وفيه التزام لراحة العميل وجودة العمل. بترحاب سوداني أصيل بيقابلك موظف بنك فيصل الإسلامي السوداني وبيكون سعيد في توفير كافة خدمات العميل. شعلان ونعمان في زيارة للبنك، تعالوا نشوف دايرين شنو. بنكي واحد، بنكي فيصل. يا ولدي صباح الخير وإن شاء الله شغلكم زين. أهلا يا خال شعلان، وأهلا بالعم نعمان، إن شاء الله دوام عمرين. تسلم يا ود يا ظريف، بس أنت عرفتنا كيف؟ أنت عملاء مشهورين ودايما عندنا متواجدين، ونحن عاملنا جوا العين. نحن بنحب بنك فيصل، يوم بنحرص لكم نوصل، وديما في عين البنك الأفضل. شكرا لكم، وإن شاء الله دوام عننا راضين. والله يا ولدي دوام راضين، بس جينا الليلة أنا ونعمان ده متغلطين. نعمان بيقول إنه الصراف الآلي بعد ما تصرف منه ما بسجل لك طوالي، وممكن تصرف مرة وقبل ما يسجل لك تخش البنك وتصرفه تاني قبل ما زول يحس بيك. وأنا قلت محال ده يكون الحال، ولو ذا الحال كان يوم يسمعنا بزول محتال. والله يا خال الله يعافيك ويديك الصحة وراحة البال، التقنية دي عندنا أساس، وبمشروع محول القيود الخاص قدرنا نكون مع كل الناس. يعني المحول ليكم بحول أول بأول أول بأول، لو من صراف أو نقطة بيع، وأسرع جدا مما تتخيل. وأي جنيه بتسحبه أنت في ثانية بيكون عندنا يتسجل، ومحول الغيود الخاص وفي وقت الزحمة على الصراف بيقدر يسجل كل الناس طبعا يا عم. وكل عملية فيه بتتم لو إيداع أو حتى خصم، حتى ولو كان برا الخرطوم الخدمة ضمان. في كل مكان جوا السودان التقنية واصلة وكل أمان. والله كلام يا بنك فيصل، اليوم بنعرف عنك أجمل، وكله عشان خاطركم انتو وعشان دايما عننا ترضوا. شكرا لك، وجد آسفين أخذنا زمنك وما قاصدين. شكرا لكم انتو كمان، تحت الخدمة في أي زمان. يلا 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 خدمة ورا خدمة لمسايرة التطور والتقانة. مهما تتكرر زيارتك للبنك بكل ترحاب بيقابلوك أهله. استطاع البنك من خلال مسايرة التطور التقني في استخدامات أنظمة الدفع الإلكتروني أن يفعل أحد المشاريع المذكورة في هذه الحلقة. ما هو اسم هذا المشروع؟ 1- محول القيود الخاص. 2- محول النقود الخاص. 3- محول القروض الخاص. من لمسة وخطوة نعبر بك نحو الأمان لتدرك لحظاتك السعيدة. نعدل الوقت فتعبر إلينا بلمسة واحدة، ويختفي الانتظار. ووسط هذا الزخم نجعلك قريبا، ونأتي إليك بحضن ولهفة لتبقى مميزا. خدمة الإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي من بنك فيصل الإسلامي السوداني، نحن الرواد. بنك فيصل الإسلامي السوداني في رمضان استنوه كمان وكمان، جاي وعامل أقوى تحدي، أقوى مسابقة للسنة دي، جايبين لكم أحلى جوائز، شارك يمكن أنت الفائز. الجائزة الأولى عربة كيا سيراتو موديل 2012، الجائزة الثانية سيارة تاتا حقيقة حقيقة ما أحلام، والجائزة الثالثة عمرة لبيت الله الحرام، والجائزة الرابعة
LCD 32 بوصة. يا سلام. ومن الجائزة الخامسة لحد العاشرة سامسونج جالكسي تاب. انتهى الكلام. لو فاتتك حلقة اليوم شوفها على fibsudan.com أو على فيصل بنك جروب على الفيسبوك أو اليوتيوب. تسلم الإجابات مجتمعة بنهاية الشهر الكريم في استقبال تلفزيون السودان بأم درمان، وآخر موعد لتسليم الإجابات 15 شوال. مع بنك فيصل الإسلامي السوداني في رمضان، شارك يمكن أنت الكسب. بنكي واحد، بنكي فيصل.